هل يصام يوم عرفة حسب الرؤية في البلد أو الرؤية في مكة؟ عرفة في مكة فقط، ما في عرفة في نيجيريا وعرفة في السنغال وعرفة في، ففي الحج كله المسلمون تبع لما في هذه البلاد، فيوم عرفة هو اليوم الذي يعلن في هذا البلد. لكن إذا وافق يوم عرفة هنا يوم العيد هناك فإنه لا يصوم، لأنه يوم عيد عنده، ويوم العيد يتبع البلدان. فما هو يوم عرفة؟ يوم عرفة هو الذي يقف فيه المسلمون في عرفة، ويصام ذلك اليوم، إلا في حالة واحدة، إذا وافق في البلد يوم العيد فإنه لا يصام. نعم.